يقول السائل أحسن الله إليكم: من نعس في الصلاة وهو ساجد السجود الأول. نعس في الصلاة وهو ساجد السجود الأول ولم ينتبه إلا بعد السجود الثاني، وقد فاته الجلسة بين السجدتين، فأكمل الصلاة مع الإمام، فما حكم الصلاة؟ يقوم إذا استيقظ من نعاسه، يقوم ويجلس للجلسة بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية ويلحق بالإمام، صلاته صحيحة. نعم.